انت دلوقتي بتقول لي الاقصى، رغم انه خدي بالك انا عامل بحث لما كنت في اخر سنه في جامعه الازهر في كليه الشريعه، انا عملت بحث وبالمستندات وموجود في جامعه الازهر، البحث ده بيثبت ان المسجد الاقصى مش في فلسطين. المسجد الاقصى موجود في مدينه الجعرانه على بعد 25 في داخل السعوديه، على بعد 25 كيلو من المدينه المنوره، وما والأقصى زال موجود. هذا اللي في فلسطين شو هذا لكان؟ اللي في فلسطين ده بناه عبد الملك بن مروان، مكتوب كده يفتح عليه لحد الان. بناه عبد الملك بن مروان سنه 63 هجريه، يعني يعني بعد حديث ما مات. الإسراء والمعراج، عفوا منك عشان نفهم الصورة، اللي يعني هو تعلق المسلمين بالأقصى عشان بيقولوا محمد عرج على اوكي، بس انهي اقصى؟ هو سيدنا النبي أنهي راح أقصى؟ فلسطين، سيدنا النبي ما راحش فلسطين. هو الاقصى اللي هو مسجد الاقصى ما زال موجود في مدينه الجعرانه، في مسجدين في مدينه الجعرانه، مسجد اسمه الادنى ومسجد اسمه الاقصى، الادنى الاقرب والاقصى الابعد. الابعد ما زالوا لما موجودين الاثنين؟ ما زالوا موجودين. الاقصى ده وده انا عامله بمستندات اسلاميه المسلمين ما ب 62، لهم حق بفلسطين على الآخر على هالكلام. مش موضوع حق بقى. احنا دلوقتي بنتكلم في ده انسان يعيش وده يعيش خلاص، وده لا لا على أنا نفس الارض. دينيا الإنسانيا بحق للكل يعيشوا، الإنسانيا وضع لا آخر، أنا عم بحكي دينيا الصراع على الأقصى. بالنسبه للاقصى دي كذبه كبرى، ان هو في فلسطين دي كذبه كبرى. السبب كمان بسيط جدا بسيط جدا، المسجد ده زي ما بنقوله اليافطه مكتوبه عليه وما زالت مكتوبه من وقتها، يعني انه بناه عبد الملك بن وران 63 هجريه. طب 63 هجريه يعني بعد سيدنا النبي ما مات ب 60 سنه او اكثر، او في الحدود دي يعني. طيب هو ازاي سيدنا النبي هيعمل يروح مسجد وهو ما كانش مبني اصلا، مش موجود؟ ادي واحد. نمره اثنين، المسجد ده جنب الكنيسه اللي دخلها سيدنا عمر وما رضاش يصلي فيها، خدي بالك، اللي هي كانت ايليا وقتها، كانت اسمها ايليا، وما رضاش يصلي فيها عشان المسلمين ما يتخذهاش من بعده مسجدا، خد بالك من الكلام. وطلع صلى بره الكنيسه. طيب ما هو مبنى الكنيسه جنبيه المسجد الاقصى، طب لو المسجد الاقصى موجود يبقى كان سيدنا عمر هيصلي فيه، مش كده؟ طب ما صلاش فيه، ومحدش قال ان كان فيه مسجد اقصى، يبقى كان ما كانش موجود. صح. بكل بساطه يعني، الناس بس مش عايزه تسمع وتفهم. احنا عايشين في شعارات وكلام وكلام في كلام، وقضية مصنوعة عشان يفضل الصراع شغال بدون توقف.